علاقاتنا، ورأيت هذا يعني بالمحسوس في علاقاتنا مع مصر، في علاقاتنا مع سوريا. هو أول من اتخذ القرار بقطع العلاقات مع سوريا، يعني حتى قبل أن تتكون، قبل يعني رئيس الجمهورية، قبل رئيس الجمهورية، قبل أن تتشكل الحكومة الأولى يعني للسيد حكومة حمادي الجبالي. حمادي الجبالي يعني في هالمحافل هذه الواحد يبقى في حدود وطنه، ربما يكون عنده أكثر مصداقية. وهل حسب رأيك هذا فيه قطع مع تقاليد الدبلوماسية التونسية؟ خلينا نقول بصراحة، يعني من 3 سنوات أعتقد أنه لم يبقى شيء من الدبلوماسية التونسية. هناك وزارة الخارجية، هناك وزير خارجية. الدبلوماسية التونسية عرفت على مدى 50 عام حتى في عهد الرئيس بن علي، يعني لا نشيطن الرجل إلى أبعد الحدود. يعني الدبلوماسية التونسية كانت عندها سياسة، عندها خط، عندها ثوابت. سمعنا وزير كيما المستيري بن يحيى مثلا، عندها ثوابت سواء يعني في عهد الرئيس بورقيبة ولا فيما بعد في عهد الرئيس بن علي، وحافظت على هذه الثوابت في علاقاتها مع العالم العربي، مع الجيران القراب والبعاد. يعني ما كان يحدث مثلا في قضية سوريا أنه الرئيس بورقيبة أو الرئيس بن علي يتخذ يعني القرار الاتخاذ. الجزائر والمغرب، مصر حضروا في جنيف 2، تونس مش حاضرة بالكل. يعني تونس حاسوا لك مغضوب عليها من مش مغضوب عليها، محقورة. أعتقد أنه التصرف نتاع الرئيس الجمهورية المؤقت اللي انتهت شرعيته، وتصرف الخارجية جعل يعني تصرفها في علاقاتها بالعالم، بأوروبا، بأمريكا، بجوارنا إلى غير ذلك، جعلت من بلدنا بلد محقور، فرقا بين مهمش ومحقور. كلمة موجعة إلى حد كبير جدا. انتهينا من الزوم، باش نمشيو توا إلى